لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. وأبا الأئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا. ومسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا تاركا حرم النبي ومكة الحرم الإله مخافة أن تقتلى، ما كان ذنبك يا سليل محمد وخليفة الرحمن حتى تقتلى. الله أكبر أي الله أكبر، كيف أفضل محرم للحج من خوف الطغاة ترحلا لم يرتحل، لم يرتحل خوف المنون، بل اختشى أن يهتكوا حرماته فتحللا. فأحل من إحرامه أبا عبد الله، فأحل من إحرامه في مكة سرا وصير حجه في كرب. الله يوديك كربلاء. مشتاقين للحسين ولا؟ يلا أريد أسمع صوت الاشتياق. فأحل من إحرامه في مكة سرا وصير حجه في، فهناك أحرم للنوائب ناويا نصر الهدى و
وملبيا رب العلا متمتعا فيها بعمرة واجد جمعت مناسكها لأنواع البلاء واختار للتقصير قصر حياته لما رأى دين الإله معطلا والسعي بين المروتين قد افتدى بين الأحبة ماشيا ومهرولا هالسنة ما هو مكة حج يبطف كربلاء أصواتكم دموعكم هالسنة ما هو مكة حج يبطف الغسل وغسل يبعاشر محرم من دمومي بالفلا تنقضي كل المناسك حجة بأرض الطفوف هالسنة لازم ألبي بكربلة صوت السيوف نيتي أن ذبح ضامي وعرم حراسي يطوف أقول لأبو علي الحاج عنده هدي عنده نحر عندك أضحية يولا تسمعني يولا أنت شيعي والهدو ضامي ينحر على صدري حرملة خجلان تبكي على الحسين الصفا الأكبر عليه والمروة شيال العلام هذا مقطع وهذا خاسف عيونه سهام هذا يضل على الشريعة وهذا أرجع بالخيام النساء أصواتهن تتعالى على أصواتنا أعيد البيت إلى الصفا الأكبر علي والمروة شيال العلام هذا مقطع هذا خاسف عيونه سهام هذا يضل على الشريعة وهذا أرجع بالخيام ينكسر ظهري وتنهد قوتي من الهرولة حسينا كان بيت الله أشوفه بجثتي المبددة وكعبة المعبود صدري تطحن خيول العدا إيه هنياله هنياله صدرك إذا لطمت على الحسين هنيالها عينك إذا بكت على الحسين يلا عود عليك وأشوف صدرك توسمى يولا كني بيت الله أشوفه جثتي المبددة وكعبة المعبود صدري تطحن خيول العدا اسمعني اسمعني والحجر الأسود فادي مزق سحب الردى وين صرختكم وما ضجيج الحاج أيتام وحريم المعولة وأجبر ويوم التروية دموم نحر اللي تصوب بالطع
الطعن يروى الرمح والسيف يروى بالضرب. هالاسم يحرك أشجانك ولازم الطوف زينب. ولازم الطوف زينب وترتحل عني غصاب وجثة بنمها على حر الصعيد مجدلة. وين الماذا بدمع أبو علي الحاج حلم الإحرام إذا قصر أنت أبو علي شلون تقصيرك واجب التقصير من حر يقطع شمر الخنا. واجب التقصير من حار يقطع شمر الخنا. حجاج وما مبيت على الوطية بلا قبر مو في منا وحج طف كربلة كل يوم ما هو كل سنة وما تمس النار كل مال حب ثراها وقبلها. وزمزم وينها؟ قالوا زمزم من عيون زينب تنهمو. شو مسوي بيكم زينب؟ ليش تبكون؟ بس نجيب زينب تبكون ليش؟ أحد الخطباء يقول أقرأ على الحسين أقرأ على العباس لكن من أقرأ على زينب؟ لا الدمعة تجي. وما زمزم من عيون زينب تنهمر وما مفيض الحاج تنسبي للشام بقيود الأسر. الحاج عنده هدية يعود بها زينب عنده هدية يولا وتحفة سفرها للنبي والزكية ضرب الزجار وسن من سنون العقيلة للعليلة تحملها. وزينب سعيها يختلف عن ساير النار. الحسين عدها الصفا واما المروة المروة راسه من فضاخ والصفا جثة وكل ما تهرول طاردتها خيول وميل. يلا عودوا كلكم في المسجد وفي الحسينية. ها زينب سعيها يختلف عن سا حياك الله. الحسين عدها الصفا واما المر ولي 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 المر وراسه من فضا والصفا جثة ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام
بنا فتح الله وبنا يختم. نسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يقضي كل حاجة للمؤمنين والمؤمنات ببركة رفع الصوت بالصلوات. الله من ذكر قائم آل محمد. حديثنا انطلاقا من كلام الإمام الحسين في جانبين. الجانب الأول وهو مراتب معرفة أهل البيت، والجانب الآخر حول ثمرات معرفة أهل البيت عليهم السلام، ولنا جانبان نرجئهما إلى الليلة الآتية. هناك ثلاث مراتب لمعرفة أهل البيت عليهم السلام. المرتبة الأولى المعرفة جلالية أو المعرفة الظاهرية، وهي أن يعرف المؤمن ظاهر أهل البيت، حيث يعلم أن الإمام علي هو الإمام المفترض الطاعة، وأن الأئمة طاعتهم واجبة، وأن يعرف أسماءهم وصفاتهم، أي شيء ظاهري. وهذه المعرفة يعبرون عنها بأنها أدنى درجات المعرفة. وإن كانت هذه المعرفة هي أدنى الدرجات، ولكن تلحظ بعض من ينتسب إلى هذا المذهب حتى هذه المعرفة البسيطة لا يحسنها. تقول لهم مثلاً من هي أم الإمام الهادي؟ لا يحسن ذلك. متى ولد الإمام الجواد؟ لا ترى عنده ثقافة بمن؟ بأئمته. الأولى أننا نتعرف على أئمتنا. لكن عندما تسأله في جانب آخر عن أسماء لشخصيات أخرى، يستطيع أن يذكر أسماءهم والبلدان التي ينتمون إليها، ولكن عندما تأتي إلى معتقده إلى أئمته. ونحن لا نمنع أن يكون للإنسان ثقافات أخرى، ولكن بالضروري أن يعرف أقلها أسماء أهل البيت، وفياتهم، مواليدهم، متى أسماء أمهاتهم. ترى البعض مثلا يحدد ليلة زواجه في ليلة، ثم يكتشف أن هذه الليلة بها وفاة، ثم يقول تعال ما هو المخرج الشرعي؟ فهل حري بي وأنا شيعي أنسب إليهم أن هذه المعرفة التي هي أدنى المراتب لا أحسنها؟ في الرواية عنهم سلام الله عليهم أن الطفلة إذا بدأ بالتمتمة بدأ شوية ينطق بعض الحروف، أول الكلمات التي تعلمها إياه نطق كلمة أسماء محمد وآل محمد. علينا أن وإن كانت هذه المعرفة أقل المعارف أقل المراتب، علينا أن نحصل عليها. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن أدنى معرفتنا أهل البيت، ما هو أدنى شيء؟ أن يعرف أننا عدل القرآن، وأن طاعتنا طاعة لله ولرسوله بالمضمون.
هذه المعرفة الأولى. المعرفة الثانية تسمى المعرفة الجمالية، وهي ألا يقتصر لو لا تقتصر المعرفة على الجانب الظاهري، بل يتعمق أكثر وأكثر في معرفة مقاماتهم ومعرفة الأسرار التي جعلها الله لهم. يعلم أن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، يعلم أن أهل البيت عندهم ولاية تكوينية على هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، ويستطيعون التصرف في أجزائه. هذه المعرفة يسمونها المعرفة الجمالية أو المعرفة النورانية. يلتفت الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه المفضل، يقول له: يا مفضل، أتعرف محمدا وعليا وفاطمة كنها معرفتهم؟ والمعرفة الظاهرية كنها معرفتهم. فمن أعطى الإمام الثواب، اسمع، فمن عرفهم كنها معرفتهم كان معهم في السنام الأعلى. قلت: سيدي، وما كنه معرفتهم؟ شنو كنه المعرفة؟ قال: أن تعلم، رواية مطولة، أن تعلم أنهم يعلمون كل ما خلق الله وما برأ من النسمات وما فلق وما خلق وما رزق فهو عندهم سلام الله عليهم. يعني كل ما في هذا الكون مستودع في قلوب محمد وآل محمد. المرتبة الثالثة وهي المعرفة الكمالية، هذه المعرفة لا يمكن أن نصل إليها نحن، لا يعرف هذه المعرفة إلا هم عليهم السلام. أكو بعض الأسرار، أكو بعض الخصائص موجودة عند أهل البيت نحن لا نحيط بها. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. هناك أسرار أنا، النبي صلى الله عليه وآله يقول، حزت عليها لا أحد يعرفها إلا الله وأنت. وهناك بعض الأسرار التي حباها الله لك وأعطيت إياها ما يعرفها إلا الله وأنت. فإذن ثلاث مراتب للمعرفة: هناك معرفة جمالية أو جلالية، ومعرفة جمالية، ومعرفة كمالية. تعال إلى الجانب الآخر والمهم. يأتي شخص يقول: لماذا نطالب بمعرفة أهل البيت ومعرفة مقاماتهم ومعرفة أسرارهم؟ لماذا لا نكتفي بظاهرهم؟ ليش ما أكتفي أن الإمام أعرفه وأعرف اسمه وصفته؟ لأن هذا النحو أنا المسأل عن، أنا لما أوضع في القبر أسأل عن هؤلاء، عن أسمائه. لذلك يستحب للمؤمن في دبور كل صلاة يقول ماذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وبالحجة المهدي أئمة وقادة وسادة بهم أتولى ومن أعدائهم. يقول: هذه المعرفة تكفيني، تغنيني. لماذا تطالبون بأن نتعمق ونتعرف أكثر على أهل البيت؟ هل لهذه المعرفة ثمرة نتحصل عليها أم لا؟ نقول أن الثمرات التي يجنيها المؤمن من مطالعة ومعرفة مقامات أهل البيت لها ثمرات عدة.
نركز على ثلاث منها. الأولى أن هناك علاقة طردية بين معرفة الله أو بين معرفة أهل البيت وبين معرفة الله. شلون؟ نحتاج إلى كلمة شوية ننتبه لها ونفتح أذهاننا بالصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كانت له غاية، لأنه حكيم، الحكيم الذي لا يصدر منه شيء إلا لغاية. إيش قال؟ وما خلقت الجن والإنس أحسنتم ليعبدون، يقول الإمام ليعرفون. وعندنا حديث قدسي يقول كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني الله خالق خالقني وخالقك وخالق كل ما في، ليش؟ قال لأجل المعرفة، غاية الخلق هي المعرفة. الله يا رب أنت خلقتني وقلت أنني أنك خلقتني لغاية معرفتك، كيف أعرف الله؟ هل أعرفه عن طريق ذاته؟ لا، لأن الطريق إليها لا يمكن لأحد من المخلوقات أن يتعمق في تلك المعرفة الذاتية. أجل كيف أعرفك؟ قال أعرفني بالآيات بالآثار. أكو آثار، أكو آيات تدل على الله. عجبا، يقول عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الكون كل مليء بالآيات، أنت الإنسان آية من آيات الله. السماء، السماوات الأرضون، لكن أعظم آية من آيات الآفاق والأنفس هم محمد وآل محمد. يصعد أمير المؤمنين سلام الله عليه على منبره ويقول ليس لله آية أعظم مني، أعظم الآيات هم. فأنا إذا أردت أن أعرف الله من أعرف؟ أعرفهم عليه. فكلما ازدادت معرفتي بهم ازدادت معرفتي بمن؟ بالله. استقرأ في الزيارة من عرفكم فقد عرف الله. هذه النتيجة، بنا عرف الله ولولانا لما عبد الله. إذن هذه ثمرة. الثمرة الثانية أن معرفة أهل البيت عليهم السلام، المعرفة النورانية أو الجمالية، هي مقياس للتفاضل بين الشيعة. أنا لما أريد أفاضل بين آخر وشيعي آخر بماذا؟ بقدر معرفته بأهل البيت، بقدر ما يتحمله قلبه من معارف أهل البيت. عندنا رواية عن إمامنا الباقر محمد، يقول اعرفوا شيعتنا بماذا؟ بقدر روايتهم ومعرفتهم بنا. معرفة هذا غير معرفة هذا. فإني سمعت أبي أو قرأت في كتاب أبي أن قيمة كل امرئ ما يعرف. فإذن المعرفة مقياس للتفاضل. الثمرة الهامة وهي الأخيرة أن معرفة أهل البيت تنعكس على تصرفاتي وسلوك هذا المؤمن. كلما ازداد معرفة بأهل البيت ازداد توجها. لذلك في الخصائص الحسينية يقول لي من أراد أن يبكي على الحسين كلما ازدادت معرفتك بالحسين ازداد بكاؤك وتعلقك بالحسين. لذلك أنت تشوف
أن هناك بعض النماذج رجل بسيط في ظاهره، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن ترى قلبه مليء بالمعارف والعقائد لأهل البيت. وفي المقابل تشوف أكو أناس وصلوا إلى الدرجات الأكاديمية العليا، ولكن تعال شوف هذا الرجل شنو يحمل قلبه من عقيدة لأهل البيت. شوفه يخرج لك مقالات تسلب تلك المقامات لأهل البيت. في المقابل رجل بسيط متواضع وقلبه يطفح معرفة بأهل البيت عليهم السلام. كهناك شخص بسيط، أمي، كان في كل سنة يذهب مشيا على الأقدام لزيارة قبر الحسين. أسأل الله أن يوفقكم أن تمشوا هذه السنة وتحيوا هذه الشعيرة العظمى. سنوات وهو على هذا المنوال، فأصيبت أقدامه بآلام وتورمات، جابوا إلى بغداد مستشفى. الطبيب قال أن هذه الأقدام لابد أن تقطع، اللهم اشفي كل مريض، لأن أقدام شوية بعد المرض يسري. قال له لترى باكر راح نقطع أقدامك، تشي تريد؟ شوف القلب، رجل بسيط لكن شوف القلب العرفاني، قلب الواعي، القلب اللي عرف أهل البيت وعرف قيمتهم. قال خذوني إلى قبر إمامي الكاظم موسى بن جعفر. طلعوا على مسؤوليته، أجلسوه أمام قبر الإمام الكاظم. قال له سيدي اسمع 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 هذا النموذج، هذا النموذج. قال سيدي أنا كلمتين بس عندي. الكلمة الأولى، سيدي أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، أنا مو مثل الشيخ الوائلي الذي كتب لك قصيدة فشفيت ابنته. قصة تعرفوها أن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ابنته أصيبت وكتب قصيدة للإمام الكاظم فشفى الإمام ابنته. قال أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، ولكن عندي كلمة ثانية اسمعها قلبي. قال ما الكلمة الثانية؟ سيدي هذه الأقدام سنوات مشت إلى جدك الحسين، ترضى هالأقدام يقطعونها؟ ترضى هذه الأقدام تبتار؟ أنت لعلك ما تعرف قيمة هذا الشيء لأنك ما رحت مع المشاية، لكن اللي مشى يعرف قيمة الكلام. سيدي هالأقدام، أقول له أنا سيدي إحنا جوارحنا كلها لك يا أبا عبد الله. شوف قلبك ينكسر على من؟ على الحسين. أذانك ما تسمع إلا ذكر الحسين، لسانك ما يصرخ إلا شي يقول، إيدينك شو تسوي بيها؟ تلطم على راسك وصدرك عليه. أقدامك تجيبك إلى هالماتم، يعني جوارحك كلها حسينية. قل لأبا عبد الله هذه الجوارح اللي أوقفتها إليك يصير تحرقها النار يا أبو علي. هذه العين اللي تبكي عليكم يريد، يقول له هذه الرجول هذه ترضى تنقطع يا موسى بن جعفر؟ يقول طلع عودوه إلى المستشفى. اليوم الثاني الطبيب يحاكي ولده، يقول له أسألك هذا أبوك لما طلعته المي مستشفى وديته وين وديته؟ ألا بيكم أخواتنا أخواني إذا عندك حاجة اطلبها بهالبات. سيدي أبا عبد الله نيابة عن شيعتك أقول لا تخيبنا بهالليالي،
شاء الله ما تنقضي هالأيام إلا وتبشرون أن الحسين قضى حوائجكم. سيدي عندنا مرضى بهم مرض خطير ما قالوا إلا الله الله بالدعاء للحسين. يا مولاي يقول له إلى أي مستشفى؟ قال ودينا إلى مشفى أهل البيت موسى بن جعفر. لذلك كربلاء التي تزحف لها الملايين صارت تضاهي كعبة الله وبيته. يقول بن فايز صير ذليل الكربلاء ومهبط الراس، البيت عندك والذي تقصد له كله كله ولا يساوي يمين البطل. انت عندك بيت وانا عندي قبور، وموقف اشتاسع وموقفي عاشق. لذلك بيت الله ومن دخله كان آمنا. لكن أسألكم هل آمن الحسين في بيت الله؟ تقول الروايات كان الإمام عند البيت وإذ به يسمع صوتا ينادي حسين حسين حسين، من أين الصوت؟ قال أنا سادسكم في الكساء. أبا عبد الله إن الله يأمرك أن تحل من إحرامك وتجعلها عمر مفردة، فإن اللعين أمر بقتلك فقال اقتلوه ولو كان بين الصفا والمروة، اقتلوه ولو كان بين الركن والمقام، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. أحل إمامنا من إحرامه استند إلى الكعبة، خلص طوافه وودع الحجاج بالحج واستند للكعبة وحل إحرامه. كبار لبى وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني. لبيك بطلع للشهادة بهالشياهي وياي، لبيك يا ربي أباشد العصاية. أريد أسمع الفاقد إلى واحد يجاوبني الآن. لبيك صبرني على فراق الحبايب. الله يساعد أم فاقدة ولد، إذا واحد فاقد أخو الله يعين. لبيك ساعدني على مقاس المصايب، بنزع إحرامي وبرتحل دون المحرم. التلبية هذه أنا أقرأها وأنت تصرخ. لبيك خل ابن الضباب يحز نحرين حسين، لبيك خل الأعوجية تدوس صدري، لبيك كان بكربلاء محفوظ، لبيك ما سوي بدال القبر سبع. عندك حاجة يا ولا؟ أنا متأكد إنك تحبه والله تحبه قريبة ليلته. لبيك هذا ساعدي وحامل الوقت. لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي خلي ينذبح وبال
العطش تخلص يتاماي لبيك هذا نور الأكبر نور عناي لبيك خلى ننذبح ونشيد هاي التلبية تسمعها بقلبك قبل أذانك لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة يحبكم يحبكم إمامكم أبو علي الثمن غالي تريد أخلص شيعتك شنو الثمن اللي بتقدمه لسلامتهم لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعة اسمع التلبية الأخيرة لبيك خلي من العطش تخلص أنفاسي لبيك خلي على التروب طايح وقاسي سمعني لبيك خلي على الرماح يرتفع ثلاث صرخات ماجور يا ولدي شوف هالولد رباه أبوه على حبل حسين شوفوا شلون يصيح هو جاء الحسين قال يلا أبو فاضل خلي نطوف النسوان إذا رحتون الحج النسوان يسوون حلقة عليهم لا واحد يضربهم لا واحد يزاحمهم الحسين مسك بإيد زينب صار يطوفها عندي لك أبيات مقارنة بين حج الحسين وزينب اسمع شي يقول حج بمصرعي وحجج يا اختي وسطة البلدان وأنا كعبة للطعنات وانتي كعبة الأحزان اعتذر من الحجة ومن الأستاذ هنا وقوفي بالشمس مطروح وقوفك وسطة الديوان اسمع السعي وسعي بكربلة بيصير من الخيمة إلى المسنى وسعيك بالبرور يصير من الكوفة إلى الشام وحريم يتلبي بالدمعات وبالصيحات أبو علي أنت متى تنزع الإحرام وزينب متى تنزع الإحرام ومن أنزع بيدي المثلث يعني نزعة إحرامي اسمع ما أريدك تمشي بهالبيت ما أريدك اللي بعدها وانتي نزعة إحرامك يا اختي وانتي نزعة إحرامك سلبت يا اختي قدامي بلي قناع أشوف الند وعلي تزيد آلامي الطواف طواف بكربلة بيصير على جثة صاحب الغيرة عليكم وطوافك فوق ناقة تسير من ديرة إلى ديرة
تقول لي خادمنا الحسين قدم أضاحي، لكن إيش بتجيب زينب عندها أضاحي؟ ما عندها حد، لكن هذا موفق الأديب إيش قال؟ اسمع الحسين إيش قال؟ أنا ما أنا بطفل ما ضحي تغيب أنفاس وأنفاس، حضر الحاجة، وانتي في السبب تضحي ضحية من أعز ناسي، من تشوفي رقية بديها شايلة راسي. ركب النسوان إلا زينب ما طلعت منه من الـ من الـ من مكانها، كل ما رسل ما حد إجا وما طلعت وياه، فأرسل أخاها أبو الفار، طلعت زينب مبتشر عباس راع المرجلة، أصواتكم آخر البيت، قال لها يا ظنوة علي خويا محملة منه الذي يتكف، جاء وطلعها قال ابشري زينب، وتوجت على متنه وداست على ركبته وركبت عناقة، كل ساعة عباس ونزل محمل الحر ريعة، كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل، صلى الحسن وناشده شنهي نزل تكمل فلا، قال لا يا خو يا نزلتي تدرب أختنا، تدرب أختنا وتدرب أختنا، لا تك يا عباس تحضر يوم طلعت، يوم اطلعه سترة وجه حجفوفها والدمعة بالخد هاملة، لو رادت النقات عثر يضرب خواتر، أين الصارخون؟ قل له أنا بشاربك لا تقول مدري، يا عباس يا صوان خدري أنا خايفة، أنا خايفة يا أبو فاضل ينتك ستري، زمالي بجمرة خيامي وجر، كفي لي ما سمع واني وجر قبالك والشمر سبني، ألزم بيك خويا ويجر، هذا يطلب أعود البيت ممنون على رأسي وأنت أخرت، أنا زماني بجمرة خيامي كفي لي ما سمع واني وجر قبالك والشمر سابني، فضل الله.